لقد تعهدنا داخل منطقة إسعاف الصباح على الاستمرار في تكريم الموظفين المتميزين بصفة دورية لخلق روح المنافسة بين الفنيين والفنيات، وتقديم لهم التقدير على جهودهم وبصمتهم الواضحة في تطوير منطقة إسعاف الصباح خاصة وإدارة الطوارئ الطبية عامة. ألف مبروك للجميع. على أي أساس اخترتهم؟ فقال الالتزام، التزام بالحضور والانصراف، الالتزام بالزي، الالتزام بالشغف للمهنة، ومؤشر كمي عدد الحالات اللي طلع فيها وتعامل معها. ليش هذا التكريم؟ لأن في تشجيع، في تحفيز، يطلق شرارة التنافس، وفي نفس الوقت يستجلب الإنجازات ويرسل قيم ورسائل إيجابية تنفعنا إحنا سواء في التقييم أو التخطيط. التاريخ الإسعاف في دولة الكويت لأكثر من 75 عام من العطاء المتواصل، حيث بدأ تاريخ أول مركبة إسعاف مع إنشاء أول مستشفى حكومي بدولتنا الحبيبة الكويت من المستشفى الأميري، ثم تكاتفت الجهود وتأسست إدارة الطوارئ الطبية عام 1988، ومن ذلك الوقت وإدارة الطوارئ الطبية في تقدم وتطور مستمر، حيث وصلت تقنيات متطورة ساهمت وساعدت في إدارة الطوارئ الطبية على تغطية المساحة الجغرافية كاملة لدولة الكويت.